السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أبو بودي من مؤسسة النظام الطاقي. أهلا بكم في فيديو جديد، كل سنة وانتم طيبين. طبعا احتفلنا برمضان وأعلنا انطلاق كورس رمضان انطلاقتي، وناس كتير حصلوا عليه وبيتم الآن التنفيذ في هذه الفترة. كمان بطلع عليكم طلة سريعة النهاردة عشان أقول لكم إن كمان كورس جذب شريك الحياة طاقم الروح بعد توقف الفترة الماضية أصبح الآن متاح لفترة محدودة ثم توقف مرة أخرى. ناس كتير كانت بتسألنا عن الكورس ده وهل هو متاح ولا لأ. ناس كانت بتلحق في فترة إتاحته لأن ساعات بيتاح لمدة أسبوع، ساعات ممكن يصل لشهر، وأوقات كتير بيكون مثلا أسبوع 10 أيام ثم يتوقف الحجز فيه لفترة بسبب الضغط وبعد كده يعود مرة أخرى. فأنا جيت أبشر بإطلاق أو فتح الحجز تاني مرة أخرى لكورس جذب شريك الحياة توأم الروح. طبعا الكورس ده بتتعلم فيه إيه أو بتتعلمي فيه إيه؟ أقول هناك جلسة للمقدمة التعريفية العامة عن الكورس وعن تمريناته، هناك جلسة قادمة عن التحرر، هناك جلسة للتحرر من أي خوف، من أي قلق، من أي أوهام وشكوك، تحرر من كل العلاقات الماضية، تحرر من كل الأفكار اللي بتخطر على عقل الباطن والمتخزنة في سجلات العقل الباطن، تحرر تام من كل شيء عشان أشعر أو تشعري بالتحرر والانطلاق. بيحتوي الكورس على إيه؟ بيحتوي على إزاي أعمل اختيار لمجموعة أشخاص إيجابيين وسلبيين من حياتي، وأبتدي إن أنا أخد الإيجابيات دي وأطرد السلبيات دي من عقلي عن طريق الأشخاص دي بشكل لا واعي. إزاي إن أنا أحدد صفات شريك الحياة المناسب ليا، بعرف فيه إيه هو توأم الروح، وإزاي أعرف إن الشخص اللي معايا دلوقتي اللي أنا المفروض أتزوجه، أو الشخص اللي بيحاول يقرب مني، أو الشخص اللي أنا بحاول أكتب صفاته، هل هو فعلا توأم روحي ولا فقط يدوب زوج أو عريس أو هكذا. لأن في فرق بين شريك الحياة عموما وبين توأم الروح. شريك الحياة ممكن تلاقي زوج وزوجة أصلا بينهم مشاكل وخناقات وهكذا، هما يسمى كده شركاء حياة، عايشين مع بعض متزوجين، لكن هل هو توأم روحه وهي توأم روحه؟ لا. فكل ده بتتعلمه في الكورس، ازاي تحدد توأم الروح، ازاي تعمل له تجلي. ايه الفرق بين الجذب والتجلي؟ الجذب انت تجذب الشيء ويجي لك، لكن يكمل معاك او لا، ينجح اصلا انه يجي لك او لا، ده متوقف على التجلي. بمعنى انت ممكن تحلمي او بشريك حياه معين، بيجي لك شريك الحياه، لكن تيجي الموضوع لاخر لحظه، ممكن يتم خطبه، ممكن يتم تعارف، لكن اخر لحظه تلاقي مشاكل، تلاقي في حاجه، تلاقيه خلاص ما تمش. ده اسمه الجذب، الجذب ان انا بجذبه. لكن التجلي، التجلي انه يظل معي، انه يظهر في حياتي، انه يكون موجود، انه خلاص يتم ربنا عليا نعمته. ده التجلي. ايه الفرق بين الجذب والتجلي؟ ده بتعلمه في كورس جذب شريك الحياه توأم الروح، وكمان بتعلم ازاي اعمل اوصل لدرجه التجلي. اكتساب صفات يحبوها الناس في الغير، دي برضو حاجة قوية جدا جدا، احنا اتكلمنا عنها في الكورس وعملنا توضيح ليها، وقلنا ازاي ان احنا نعمل اكتساب، وازاي يبقى في ترومتر، في ازاي يبقى في اختبار بشكل اسبوعي ان انا اوضح فيه هل انا في حالة تصاعد او في حالة صعود ام حالة هبوط في اكتساب الصفات دي. التمرين اللي بنعمله قبل النوم، قبل الاسترخاء، لجذب شريك الحياة. حلقة كمان مع التمرين ده موجودة، في حلقة كاملة عن التصور الذهني، ازاي ان انا استحضره واشوفه بالفعل. كلمة واضحة، ازاي استحضره واشوفه بالفعل، ازاي استحضر شريك حياتي واشوفه بالفعل، بل كمان اتكلم معاه بالطاقة. دي جلسة مهمة جدا جدا، موجودة من ضمن كورس جذب شريك الحياة وتوأم الروح، وتنفيذها سهل جدا جدا جدا، واهميتها كبيره قوي قوي قوي. في الكورس ده في تمرينات لاكتساب الطاقه الايجابيه، في الكورس ده في تمرينات للتحرر زي ما ذكرنا، في الكورس ده في تمرينات للجذب والتجلي، في الكورس ده في تمرين لمدته 21 يوم، هي فتره اصلا الكورس ككل. الكورس مسجل بالكامل، انت بتاخده بتتعلم فيه التمارين وبتعمل فيه بتتعلم فيه تمارين ال 21 يوم اللي انت بتنفذه او انت بتنفذيه عشان يحصل التجلي ويحصل الجذب في حياتك. مده الكورس زي ما قلت، مده التمرينات زي ما قلت ووضحت، هي 21 يوم. كورس مسجل بالكامل، بتصلك لينكات، والناس اللي حضرت او حصلت على اي كورسات من خلالنا اكيد عارفه الطريقه. الناس الجديده اوضحها ليهم، هي عن طريق انك انت بتتواصل مع الرقم اللي اخره 5
اللي هو ظاهر على الشاشة الآن، اللي هو 0020211220205، تواصل معاه وبتطلب منه الكورس عشان تشتريه وتحجزه. فبالتالي عند الشراء بتبعت تكتب إيميلك، على الإيميل بيوصلك لينكات، تضغط على كل لينك يتحمل الجزء الخاص باللينك ده لحد ما تكتمل الأجزاء في خلال دقائق، تفك الضغط عنهم أو تدخل على الكورس زي ما بنسميها وتشوف كل الحلقات اللي موجودة، وتبتدي انك انت تسمع تنفذ تتواصل معايا بشكل شخصي عشان ادعمك وعشان افضل معاك لحين تحقيق النتيجة المرجوة. الكورس شامل لكل شيء زي ما قلت، للتمرين اللي هو خاص ب 21 يوم، وده شيء مش موجود في تمرينات كتير 21 يوم، وفي تمرينات كتير 30 وتمرينات 15 واشياء زي كده منتشرة، لكن الكورس عندنا نحن احنا بنضمن ان هو مش موجود عند اي حد تاني. الكورس عندنا شامل لكل شيء، شامل كمان معاه طرق التخاطر وطرق الاسترخاء، شامل معاه كل الذبذبات الترددات، شامل كل حاجه، وتاخد باكج كامله، بتاخد باقه كامله هتوصلك للي انت عايزه. ده كان فيديو سريع حبيت اوضح فيه عن ايه اللي موجود في كورس جذب الشريك الحياه وطاقم الروح، عشان تعرف قبل ما تشترك انت بتحصل على ايه. زي ما وعدنا قبل كده في كورس التخاطر والكل اللي حصل عليه نجح معاه، زي ما وعدنا في كل كورساتنا احنا بنوعد ان الكورس ده مختلف، كورس جذب شريك الحياة، وكمان ان هو هتكون نتيجة فيه 100%. كل اللي هتحتاجه من وقتك هو 21 يوم فقط، بعدها بتحقق الصورة الذهنية اللي انت رسمتها في اول يوم بدأت تسمعنا فيه في كورس جذب شريك الحياة وتوأم الروح. حبيت ان انا اوضح ليكم ان الكورس متاح الان الحجز فيه لفترة محدودة، وقت ما هينتهي الحجز هيبلغوكم ان الحجز خلاص اتوقف، لكن الان من اول ما الفيديو ده ينتشر هو الحجز متاح. شكرا ليكم وشكرا لتواصلكم، القاكم في فيديو ان شاء الله بمناسبة الايام اللي احنا فيها دي، الايام المباركة دي، هيكون في شرح وفي مفاجأة ان شاء الله، معلومات عامة كتير جدا 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 عن شهر رمضان وعن فترة الأعياد عموما، هيكون قريب على القناة. شكرا ليكم، شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.